حياكم حلقة جديدة من الزبدة، معكم خالد، واليوم راح نشوف G900 Chaos Spectrum من Logitech Gaming Mouse. يعتبر هذا Gaming Mouse الحين أعلى مرتبة Gaming Mouse تقدر تشتريها من Logitech. Ultra Quick 1 millisecond، يعني جزء من الثانية، اللي هو جزء من الثانية، مو تقول لك 5 أجزاء من الثانية، لا، جزء من الثانية تصل إشارة من أنك تطق الماوس لين الكمبيوتر. الوان ميلي سكند حق الوايرلس، تقدر تستخدمها حق الإيد اليمين أو الإيد اللي صار. خلنا نسوي له أنبوكسنج الحين حق الجي 900 من لوجيتك. راح أفتح الصندوق، طبعاً بروح الباكيجينج مع البرودكت خطير. ديزاين كلمة لوجيتك اللي داخل البوكس وايد حلوة. البوكس ينفتح بس ما تشوفون داخل. أول ما نشوف الماوس، نشوف على طول مركبينه حق الرايت هاندد، يعني الدقم حاطينها صوب اليسار. الماوس خفيف جدا، الكليك مال الماوس كانت عندي أنا مسكة الريزر دف آدر شوية كبير على يدي، لأن أنا يدي صغيرة، لكن أشوف أن الماوس هذا ياخذ يعني حجم يدي. في دقمة هنا تحت السكرول ويل تخليه من كليك سكرول، نضغط هذه يصير فريكشن فري سكرول. خلينا نجي حق الكرتونة على السريع. الواير في مترين، انت تختار تبي تستخدمه وايرد او وايرلس، لكن اثنينهم يشتغلون على 1 ملي سكند لاج. بوكس صغير بلاستيك داخله اللي هو الوايرلس، قطع صغار اللي علشان تحول الماوس هذا من رايت هاندد الى ليفت هاندد. هذا هو الدث ادر اللي صار لي استخدمه تقريبا 3 سنين. صدق يبين ان لوجيتك اكبر من الدث ادر، لكن مسكت اللوجيتك اشوفها اريح حق الايد. صار لي يومين استخدم اللوجيتك جي 900 من الفيديو اللي نفس الفيديو هذا بس القسم الاول. صار لي يومين العب فيه اوفر واتش، ونزل الكومبتيتيف سكور مالي من 46 ل 43. هذا مو معناته ان الماوس مو زين، معناته ان انا كنت متعود على الدث ادر فتره طويله، فتره 3 سنين. الدقم اللي على السايدز شفت ان حقي انا بيرسونلي الدقم اللي في الدث ادر متعود انا عليهم اكثر، اخف من الدث ادر. تغير الدي بي اي نفسه بالماوس، فتغير سرعه الدي بي اي من هني، تشوف الليتات الحمر تنقص او تزيد. هل يسوى 50 دينار كوايرلس ماوس؟ يس. كماوس عادي تبي تحطه تستخدمه وايرد؟ لا، اقول لك روح اخذ الريزر دث ادر او شيء مشابه حق الدث ادر. لكن في ماوس ثاني بوريكم اياه عن قريب، هو EC2A من بنكيو، ماركة اسمها زوي من بنكيو. قريت عنه ان الماوس هذا وايد حلو وايد زين، راح استعمله يومين، راح اسوي لكم اياه انبوكسنج عن قريب ان شاء الله. شكرا للمتابعة حق الحلقة هذه. سووا سبسكرايب على اليوتيوب، سووا لايك على الفيديو، سووا فولو على الانستغرام، سووا لايك على الفيديو. حياكم بالزبدة.